السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصر في ألمانيا دي احتفالات الكريسماس. هنا عند البوابة طبعا زي ما انتم شايفين الناس اهي الأمم. أنا هسيبكم بقى مع الفيديو وتشوفوا التصوير والمهرجانات. أنا بقى أصور كده. كل الناس عماله تصور اهي. حبيبي يا ابو خالد يا نجم يا دولي، قلت لي ولعها، اديني بولعها لك اهو. طبعا اثناء الضرب مش هقدر اتكلم، محدش هيسمع حاجه. انا سبتكم مع الفيديو شويه كده. طبعا هناك في حفله وزي ما انتم شايفين يعني الناس زحمه جدا، عشان الناس اللي هي بتقعد تقول لي بس الشوارع فاضيه. يلا نقول لكم كل سنة وانتم طيبين ونشوفكم على خير ان شاء الله. وياريت يعجبكم الفيديو ده، فيديو قصير، والأحلى لايك وأحلى اشتراك. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.